شكرا، تنشكر جميع الصحفيين، تنشكر جميع الاخوان اللي التقوا فيا وخديت انه فريق اتحاد طنجه 20 ان شاء الله المنتخب ديال الجماهير ديالو. تنظن انه الندوه الصحفيه فهي عطات وجهه نظر او الطريقه ديال العمل اللي غادي نشتغل بها. وضحنا عده امور، لانه التواصل ما يمكن الا يكون واحد الطريقه اللي هي ايجابيه اللي يمكن توضح امور كثيره وما تخليش الغموض. فتنظن انه اليوم ما كانش غموض، كان وضوح كبير. تنتمنى انه وسائل الاعلام توصل للجماهير الطنجاويه جميع الامور اللي طرحنا لها اليوم، والطريقه ديال الشغل ديالنا والهدف ديالنا، وكذلك حتى العلاقه ديالنا مع جميع المتداخلين في كره القدم في مدينه ديال طنجه. سي امين بن هشام، في العقد ديالك كاين حاله انه سي امين بن هشام مطالب بتحقيق الشغل، ولا المكتب الموسيقي ما وفرش العامل المادي، شنو شكون كيتحمل المسؤوليه؟ فهو تنظن انه قبل ما يتوقع العقد فكانت هناك ضمانات على انه كاين موارد ماديه في هذا الموسم هذا. زيد عليه انه حتى بالنسبه لي انا فعندي دور انه نستقطب اموال او موارد ماديه للنادي، لانه الى جميع المتتبعين شافوا انه الجماهير الغفيره اللي تتحش تتخلي موارد ماديه هامه في الخزينه ديال الفريق. فاذا ساهمت كذلك مما هو تقني وقدرت نحقق نتائج ايجابيه فغادي نغطي هذا الخصائص هذا من هذه الناحيه. فتنظر انه جميع الفعاليات فهي مطالبه بتشتغل باش تجيب موارد ماديه سواء بشكل مباشر او غير مباشر للنادي. سي امين بن هشام، الجمهور ديال مدينه طنجه فهو كان كيطالب دائما يعني بالتعاقد مع فريق اتحاد طنجه، بالمناسبه شنو كتقول؟ تنشكرهم على الثقه اللي تلقوا فيا، ونتمنى انه يكون عند حسن الظن ديالهم ونحقق لهم المبتغى ديالهم، لانه تيق فيا بديت العمل منذ اسبوعين هذه وانا تنشتغل. فتنوعدهم انه غادي نشتغل بكل ما اوتيت من قوه باش ان شاء الله نحقق صعود للجماهير الغفيره ديال اتحاد طنجه. شكرا جزيلا سي امين. شكرا، بارك الله.